الأسعار خطر بدأ يهدد موازنات العوائل الذقارية، لا ثبات ولا استقرار، والفقراء يعانون لعدم قدرتهم على شراء احتياجاتهم. الجهات المعنية كأنها بدت عاجزة على ضبط إيقاع الأسعار، والغلاء يسيطر على الأسواق، فاللحوم والدجاج والبيض هم الأكثر تصاعدا في الأسواق والأكثر استهلاكا لدى المواطنين. جاي نعاني من أسعار اللحوم والأسماك والدجاج، يعني ارتفاع بصورة ما ملحوظة قبل وغير طبيعية. هسه اكو عالم متمكنة وعدها يقدر يشتري كيلو اللحم ب18، الدجاج بكذا سعر، السمش نفس الشيء، واحنا جاينا شهر رمضان. زين الفقير منين يجيب بهيج حالة؟ بعدين غير لازم اكو رقابة، موقف الدولة شنو من الموضوع؟ غير اكو رقابة على مود الأسعار، كله للصعود، وجانا شهر رمضان، الفقير منين يعيش؟ اكو عالم الله ممكنها تقدر تشتري، وكعالم لا، حصر عليها اللقمه، منين تجيب؟ يعني انا فقير، عندي 3 اولاد، يعني اعطيهن للبيض، اعطيهن للدجاجي، اعطيهن للحمه، للمريض، اريد الدوله، اريد الرقابه تفزع عني، شوف الاسعار. وللبحث عن الاسباب الرئيسيه التي ادت الى ذلك الارتفاع، فاننا ندخل في دوامه لست انا بل التجار. والتجار يرميها في شباك الحكومة، والأخيرة ترميها في التجار والمستوردين، وهكذا الحال، لا سبب واضح ولا حل قريب. أسعار غالية، لا ساند فقير، لا ساند مسكين، يعني هذا مين يجيب؟ وإحنا كله إحنا قوت يومي. خوش. بالنسبة الثانية العلف يقول لك كله استيراد، الطير كله استيراد، شاتم شنو دوركم بالدولة؟ يعني دوركم الفقير ما له غرض، الفقير يسحقون على راسه يموت أشرف له وأحسن. ما لعيش بهاي الدولة، عود احنا دولة اسلامية. زين اذا كيلو هسه اللحم عندنا هنا بالمحافظة 15 او خارج المحافظة 20 فوق ال20، يعني صعبة 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 على المواطن انه يشتري له كيلو لحم، فراح يتضرر بها الاول والتالي هو المواطن، وخاصة المواطن العادي. تسجل الأسواق المحلية سنوياً قبيل استقبال شهر رمضان ارتفاعاً كبيراً في المواد الغذائية الأساسية دون أي سيطرة عليها. من ذي قار على الهادي، قناة الرشيد الفضائية.